عليكم كتاكيتي الحلوين جريد وان، عاملين ايه؟ وحشيني جدا. النهاردة هناخد درس جديد اسمه التصدق. اسمه ايه؟ التصدق. تعالي نشوف يعني ايه التصدق. احنا خدنا المرة اللي فاتت الصدقة والحج، وقلنا الزكاة والحج، وقلنا ان الزكاة والحج من اركان الاسلام، وقلنا الزكاة ان احنا بنساعد الفقراء والمحتاجين بس بنطلعها مرة واحدة في السنة. هنيجي بقى للتصدق اللي هو الصدقة. الصدقة والعطاء، ان انا بطلع حاجة صدقة دي بتطلع طول السنة. زي مثلا انا معايا جنيه وشفت حد شحات في الشارع فديت له جنيه، حد جعان فديت له ساندوتش زيادة عن حاجتي، حد جنبي انا بجيب لعب كتير وهو ما عندهوش فادي له واحدة من اللعب اللي انا بطلت العب بيهم بس تكون سليمة. هو ده معنى الصدقة، ملهاش وقت معين. وقت ما بيكون معايا واقدر اساعد ولقيت حد محتاج واقدر اساعده بساعده على طول. تعالوا نشوف الحدوتة بتاعتنا النهاردة بتقول ايه. بعد صلاة العيد في يوم العيد، احنا طبعا في العيد دايما بنجيب لبس جديد وبنجيب لعب جديدة ونخرج ونتفسح، بابا وماما بيعملوا لنا كل حاجة نفسنا فيها. بعد صلاة العيد قرر عمر وزياد ان يلعبا معا بسيارتي عمر الجديدتين. عمر كان جايب عربيتين جداد بيلعب بيهم هو وصاحبه زياد. الواحد لما بيلعب لوحده ما بيتبسطش، فهو نده لصاحبه ولعبوا مع ايه مع بعض، عشان زياد كل ما بيجيب حاجة بيلعب عمر بيها. وبينما هما يلعبان وهما بيلعبوا مع بعض، كان والد عمر واقف عمال يتفرج عليهم من بعيد مبسوط ان هما مبسوطين. وفجأة وهما بيلعبوا بص لقى ولد شايفينه واقف جنب الموتوسيكل على جنب، ازاي لقى طفل محتاج يقف من بعيد يشاهد هما واقف من بعيد زعلان. هما معاهم لعبتين ومعاهم لعب كتير وكل يوم معاهم لعب جديدة وهو ما معاهوش لعب خالص، ونفسه يلعب زيهم في العيد بس هو ما معاهوش، بابا مش معاه يجيب له لعب، فوقف من بعيد عمال يتفرج عليهم ويتمنى لو ان عنده سيارة جديدة مثلها مثلهم يلعب معاه يلعب بيها. بيتمنى لو هو عنده عربية جديدة يلعب بيها زي ما هما بيلعبوا بالعربية الجديدة. والد عمر بابا عمر نده لعمر وزياد وقال لهم وحكى لهم عن الولد الصغير اللي كان واقف عمال يتفرج عليهم ونفسه يلعب زيهم، وسألهم يا ترى هتقدروا تساعدوا الولد ده؟ هتقدروا تخلوه فرحان وتاخدوا ثواب عليه في العيد ان انتوا خليتوا بني ادم فرحان؟ مش شرط ان انا ادي لحد هدية، انا لو خليت مامي تضحك وبسطت مني كده انا خدت حسنات، لو عملت لو ساعدت مامي في حاجة كده بقى عملت حسنات، لو خليت بابا يبقى مبسوط مني وفخور بيا يبقى انا كده عملت حسنات، لو انا ذاكرت وانا بذاكر نويت ان ربنا سبحانه وتعالى انا بذاكر يا رب عشان انت امرتني اذاكر يبقى انا كده بعمل حسنات، يبقى كل الحاجات دي تصرفات ربنا سبحانه وتعالى ايه بيحبها. فسألهم بابا عمر سألهم يا ترى هتقدروا تساعدوه؟ ففكروا هما الاتنين نساعده ازاي، فاقترح كل واحد منهم ان يدور على لعبة من اللعب اللي عنده لسه سليمة بس هو خلاص بقى عنده لعب كتير جديدة وبيلعب بيها وهو مش هيلعب بدي. فقرروا ان كل واحد فيهم هيطلع يدور على لعبة علشان يدوها للولد ده. وفعلا راح عمر وحضر لعبة واختار كل راح عمر وزياد كل واحد بيته، كل واحد فيهم اختار لعبة من لعبه ولفها بورق هدايا عشان يبقى شكلها حلو، علشان ما يقولوش ما هو انا مش هروح اساعده واقول له انا بديك عشان شايفك محتاج وعاوز اساعدك، لا انا جايب لك هدية عشان تبقى مبسوط زينا. لازم كمان حتى لما بساعد حد بساعده بطريقة حلوة علشان ما يحسش بالإحراج وما يحسش ان هو مش معاه وان انا بديله حاجة مش من حقه، لا هو ربنا سبحانه وتعالى اداني علشان انا اقدر ادي للفقراء، فلما اديهم انا اكني بدي الهدية دي لربنا. ينفع ادي الهدية لربنا بشكل وحش؟ لا طبعا، لازم اغلفها واخلي شكلها حلو، وكمان لما اديها له اديها له بطريقة حلوة تخليه مبسوط ما تخليهوش مكسوف ان هو ما معهوش. وغلفوا اللعب بهدايا وخلوا شكلها جميل جدا، وراحوا زي ما بابا عمر وصاهم راحوا ادوا اللعبة للولد. تعالوا نشوف الولد عمل ايه. كل واحد فيهم ادى الهدية بتاعته للولد ففرح جدا الولد. طب لما حد يديني هدية لازم اعمل ايه؟
لازم اشكره عشان هو عمل لي حاجه تبسطني، فانا لازم اي حد يعمل لي اي حاجه لازم اقول له ايه شكرا. ففرح الولد بالهديتين جدا وشكرهم، وهم فرحوا ان هم قدروا يخليه مبسوط ويبقى سعيد زيهم في العيد، وقرروا ان هم كل فتره كل واحد فيهم هيطلع لعبة من اللعب بتاعته ويدور على حد محتاج ويدوله هدية علشان يخلوا السعادة تبقى موجودة عند الكل، مش هما بس اللي سعداء، لا كل الأطفال يبقى سعداء زيهم من المحتاجين. وبكده يبقى احنا نفذنا أمر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نساعد غيرنا وبطريقة حلوة. ده معنى التصدق والعطاء، ده معنى التصدق والايه والعطاء، ان انا ادي من معايا من الحاجه اللي انا بحبها، مش حاجه تكون مرميه عندي، لا انا بدي من حاجه انا بحبها بس طبعا بعد اذن بابا وماما. ما ينفعش ادي اي حاجه من دماغي، ممكن يكون بابا وماما شايفين التصرف ده غلط. بابا عمر وزياد قبل ما يتصرفوا باباهم هم اللي باباهم هو اللي اقترح عليهم الفكره، يبقى هم خدوا اذن ايه باباهم، هم خدوا اذن ايه باباهم. يبقى احنا كمان قبل ما نتصرف اي تصرف لازم ناخد اذن بابا وماما، ما ينفعش نتصرف من دماغنا. تمام يا حلوين، تعالوا نشوف الواجب، هنذاكر الدرس كويس وهنسمع كلام مامي، مش هنتعبها، هنذاكر كل الدروس وهنحل الأسئلة اللي موجودة على الكتاب، هنوصلها ونلونها وهنراجع درس الله الغفور ودرس الكتب السماوية، وهنلاقي الأسئلة بتاعتهم موجودة على الموقع، هنقراها ومامي هتقراها لنا واحنا هنجاوب الأسئلة ونبقى شطار وأمامير. هتوحشوني، باي باي.